بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أشكر الله الذي جمعنا كلنا من أجل محبة مصر التي لا أبالغ إذا قلت أنني أشعر أن بيني وبين كل حبة رمل فيها علاقة محبة وصداقة. أنا أنظر إلى أرض مصر كأرض مقدسة ورد اسمها كثيرا في الكتاب المقدس. هذه الأرض التي شرفها بالزيارة عدد وافر من الأنبياء، في مقدمتهم أبو الأنبياء إبراهيم، وأيضا يوسف الصديق، وأيضا أرميا النبي، وقدسها أخيرا السيد المسيح له المجد حينما أتاها طفلا هاربا من اليهود تحمله على كتفها كلية الطفل العذراء مريم. وإذ أرى أن اليهود على الحدود في شبه جزيرة سيناء، أود أن أتكلم عن هذه النقطة الأولى، موقف اليهود من سيناء. شبه جزيرة سيناء ليست من أرض الموعد، لم تكن أرضا وعد الله بها الآباء، إنما كل دارس للكتاب المقدس يفهم أنها كانت أرض المتاهة أو أرض العقوبة أو أرض الإفناء. كان يمكن لله عز وجل حينما أخرج اليهود من أرض مصر أن ينقلهم إلى فلسطين في أيام قليلة في طريق مباشر، ولكنه أتاههم في هذا القصر، أتاههم في أرض سيناء 40 سنة من الزمان، بقصد إنه أراد أن يفني إفناء هذه المجموعة المتمردة التي تذمرت عليه والتي حاولت أن ترجم موسى النبي وتختار رئيسا بدلا منه. أراد أن يفني هؤلاء الذين خرجوا من أرض مصر في مدى 40 سنة، وكانت أرض الإفناء هي شبه جزيرة سيناء. وفيها مات كل الذين خرجوا من أرض مصر ولم يدخل منهم إلى فلسطين إلا يشوع بن نون وكالب بن يفن فقط. هي إذن أرض متاهة أتاههم فيها، وإلا نسأل ما لزوم أن يمر هؤلاء في برية شور وفي مارة وفي إيليم وفي رفديم وفي برية سين وفي جبل حوريب وجبل سعير وقادش برنية؟ ما لزوم هذه اللفة الطويلة إلا أن الله قد أتاههم في هذه الأرض لكي يفنوا فيها. أرض سيناء بالنسبة لليهود هي أرض تحمل الكثير من الذكريات المريرة المخجلة المؤلمة أيضا، فهي أرض شهدت الكثير من تذمر اليهود على الله، وهي أرض شهدت كيف عبد هؤلاء العجل الذهبي، وهي أرض قد شهدت كيف غضب منهم موسى النبي وكسر لوحي الشريعة في غضبه، وهي أرض شهدت عقوبة من الله
في منطقة سميت قبروتها التأوة أي قبور الشهوة، حيث اشتهى اليهود هناك أن يأكلوا لحما وبكوا طالبين هذا اللحم، فأعطاهم الرب لحما وضربهم ضربة شديدة أهلكت الآلاف في ذلك اليوم. وهي أرض أيضا ابتلعت قورح وداثان وأبي رام كعقوبة من الله لهم. هي أرض فيها ذكريات مؤلمة كثيرة لا يشرفهم بحال أن يسترجعوها في ذاكرتهم. لم تكن إذن أرض بركة لليهود، ولم تكن أرضا تفيض لبنا وعسلا، بل كانت قفرا متعبا لم يجدوا فيه الماء أحيانا. كانت أرض متاهة، وبقاؤهم فيها كان ضد وصية الله لهم حينما قال لهم في آخر الأربعين سنة: كفاكم قعودا بهذا الجبل، وأخرجهم منها إلى أرض فلسطين. إذن حينما يبقون في هذا المكان إنما تكون شهوة ليست موافقة لوصية الله، بل تكون ضد الوصية التي قالت: كفاكم قعودا بهذا الجبل. اليهود في الواقع مروا على ثلاث مناطق: شبه جزيرة سيناء ومصر وفلسطين. مصر بالنسبة إليهم كانت أرض عبودية ذلوا فيها بسبب خطاياهم، وسيناء بالنسبة إليهم كانت أرض متاهة وأرض عبور وأرض إفناء وأرض عقوبة. أما فلسطين بالنسبة إليهم فكانت مسكنا مؤقتا كمعزل ديني. أحب أن نفهم هذه الفكرة معا، فكرة المعزل الديني. في الوقت الذي جمع فيه الله اليهود في أرض فلسطين كان العالم كله يموج بالوثنية. كانت الوثنية تكتسح العالم كله، وكان الناس جميعا يعبدون الأصنام. الفئة القليلة الوحيدة التي كانت تعبد الله هي هذه الفئة، أولاد إبراهيم. ونحن لا ننكر إطلاقا أن منهم خرج الأنبياء، كانت مجموعة مؤمنة في ذلك الحين. أراد الله أن يجمع هذه الفئة المؤمنة أو الفئة الوحيدة المؤمنة في أرض تكون بالنسبة إليهم كمعزل ديني بعيدا عن عبادة الأصنام، لألا تطغى عليهم الوثنية فتكتسحهم هم أيضا ويبقى العالم وليس فيه مؤمن واحد. فأخذهم ووضعهم في أرض، وحرم عليهم في هذه الأرض أن يختلطوا بالشعوب الأخرى، حرم عليهم مخالطة الشعوب الوثنية لألا تنتقل إليهم الوثنية منهم، حرم عليهم المحالفات العسكرية مع البلاد الغريبة، حرم عليهم التزاوج مع غير اليهود. أبقاهم في معزل ديني ليس من أجل أن يعطيهم أرضا، وإنما من أجل أن يحتفظوا بالإيمان في هذا الأرض، ويحتفظوا بالكتاب المقدس، ويحتفظوا بالعقائد،
وبالرموز وبالإيبان كله حتى ينقلوه إلى جيل آخر يتسلمه منه. وبصعوبة كبيرة استطاعوا أن يحتفظوا بالإيمان عندهم بعد فترات مريرة مرت عليهم عبدوا فيها الأصنام هم أيضا، وتركوا الله في أوقات كثيرة، وكان الله يقودهم في كل وقت ويحاول أن يحتفظ بالإيمان الذي فيهم وليس بهم شخصيا. ثم عندما جاءت المسيحية تسلمت ما عند اليهود من وديعة، الكتب المقدسة، العقائد، الرموز، الطقوس الدينية، الإيمان ذاته. وبعد ذلك انتهى دور اليهود، انتهى دور اليهود كمجموعة تحمل الإيمان، وأصبح الإيمان في وقتنا الحاضر الإيمان بوجود الله، أصبح الإيمان بوجود الله في كل ركن من أركان الأرض. ولم يعد من المعقول ولا من الممكن أن نجمع المؤمنين بالله من أرجاء العالم كله ومن كل القارات لكي نضعهم في أرض معينة. فكرة المعزل الديني استوفت وقتها وانتهت، فكرة المعزل الديني استوفت وقتها وانتهت، لأنه من الممكن أن نعزل مجموعة قليلة بعيدا عن الغالبية الوثنية، لكننا لا نستطيع أن نعزل العالم كله بعيدا عن قلة من اليهود. فانتهت فكرة المعزل الديني الذي بسببه وضع الله هؤلاء الناس في الأرض، ولم يعد هناك حكمة من وجود أرض يقضع فيها اليهود أو غير اليهود. وهكذا أيضا مع هذه الفكرة انتهت فكرة الشعب المختار. الله كان قد اختار اليهود في القديم ليحملوا الإيمان ليس بسبب كونهم يهودا، وإنما بسبب إنهم كانوا المجموعة الوحيدة التي تعرف الله ما عدا قلة متفرقة في جهات أخرى. أما الآن فأصبح الشعب المختار هو كل من يؤمن بالله. في رسائل بولس الرسول في الكتاب المقدس عموما نرى أن كلمة المختارين معناها المؤمنين، فالمختارون هم المؤمنون، لأنه من غير المعقول أن يرفض الله كل من يؤمن به ويقول لكل المؤمنين في الأرض لا أعرفكم، أنا لا أعرف إلا اليهود. هذا كلام غير منطقي. الله ليس عنده محاباة، المسألة ليست مسألة عنصرية، ليست انحيازا لشعب معين. سبحان الله جل اسمه عن الانحياز. الله هو إله الكل، الكل خليقته ورعيته وصنعة يديه، وهو إله لجميع الشعوب على الأرض. ولذلك يقول المزمور للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. لكن الله عندما اختار هذه المجموعة من الناس في وقت معين اختارها لأنها كانت في ذلك الوقت هي المجموعة التي تعرف في وسط وثني غالب. أما وقد انتشر الإيمان فكل المؤمنين هم رعية الله وهم شعبه وهم مختاروه. ولذلك يقول الكتاب إن الله
كل من يدعو باسم الرب يخلص، يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. ومن هنا انتهت فكرة شعب مختار أو أرض معينة يجلس فيها مثل هذا الشعب. هذه الأرض يكون فيها اليهود دولة جديدة. فما فكرة هذه الدولة؟ ما فكرة وجود مملكة يهودية في العالم؟ قلت لحضراتكم أولا إن الله عزل مجموعة في أرض معينة. هذه المجموعة من الناس أراد الله أن يقودها بنفسه فتكون له، ولذلك المرحلة الأولى من مراحل المملكة اليهودية كان فيها الله هو الملك واليهود هم الشعب، كانوا تحت حكم الله نفسه، كان يحكمهم الله، كان الله هو المشرع، هو الذي يضع القوانين، هو الذي يضع الوصايا، هو الذي يضع النظم، كان الله هو الذي يرشدهم في الحروب، لا يستطيعون أن يحاربوا إلا بإذنه الخاص وإلا بتوجيهه، هو الذي يأمر بالحرب أو ينهى عنها، وهو الذي يحدد الزمان والمكان والأشخاص والقادة. كانت المرحلة الأولى في أفراطية مطلقة في الله هو الملك هو الحاكم عن طريق أنبيائه وعن طريق كهنته، حتى إنه توجد آية تقول الحرب للرب والله يستطيع أن يغلب بالكثير وبالقليل. وفي هذا أيضا قال لهم موسى النبي الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. كان الله هو الذي يحكم، الله هو الذي يقاتل، الله هو الذي يرشد. لم تكن مجموعة قائمة بذاتها، كانت مجموعة دينية تحت قيادة الله المباشرة، وهذا أمر غير موجود حاليا. فكرة المملكة الأولى فكرة غير موجودة في زماننا، فكرة إن الله بنفسه يحكم مجموعة من الناس ويكون ملكها ملكا مباشرا فكرة غير موجودة. وفي هذه المملكة الإلهية كان من المحرم عليهم المخالفات العسكرية. لا أستطيع أن أورد جميع الآيات التي وردت في الكتاب المقدس عن هذا الموضوع، لكن المعروف إن المخالفات العسكرية والمعونات التي كانت تأتي من بلاد أخرى كانت في نظر الكتاب في ذلك الحين تعتبر اعتمادا على ذراع بشري، وتعتبر لجوءا إلى قوة أخرى غير قوة الله. كان هذا هو الوضع في تلك المملكة الصغيرة التي يقودها الله بنفسه ويوجهها في كل خطوة من خطوات عن طريق أنبيائه وعن طريق كهنته. وكانت هذه المجموعة تحاول إرضاء الله بكافة الطرق، ولها عباداتها المستمرة، ولها ذبائحها الدائمة، ولها محرقاتها الدائمة، تعيش كدولة كهنوتية دينية إلهية مقدسة بوضع لا يوجد له مثيل ولا يمكن أن يوجد له مثيل في عصرنا الحاضر. هذه الفكرة الأصلية لا وجود لها حاليا، ولا يمكن أن يرجعها اليهود، ولا يمكن أن يرجعها اليهود. لأننا لو سألنا اليهود حاليا هل أنتم تحاربون بإرشاد من الله؟ هل هناك نبي يقودكم في هذه الحرب؟ هل أتاكم أمر إلهي برؤية معينة أو عن طريق أحد الأنبياء؟ لأجابوا بالنفي،
فكرة المملكة الأولى الذهب التي كانت كل خطوة فيها بإرشاد الله، وكانت تصور شعبا لا يعيش بهواه. انتقلت إلى مرحلة ثانية، هذه المرحلة الثانية تدرج فيها اليهود هروبا من سيطرة الله، هروبا من حكم الله المباشر. شعروا بأنهم يريدون أن يفلتوا من يد الله، ويريد اليهود أيضا أن تكون لهم مظاهر المملكة العالمية في كافة صورها، فأرادوا لهم ملوكا يحكمونهم غير الله. وأول ملك عرف لليهود وهو الملك شاول كان ضد رغبة الله، وقال لهم الله في ذلك الحين موجها الكلام إلى صموئيل النبي: إنهم لم يرفضوك أنت وإنما رفضوني أنا. اعتبر هذا رفضا له أن يكون لهم ملكا غير ملك الله عليه. ومع ذلك كانت هذه المرحلة مرحلة متوسطة، يوجد فيها ملك، ولكن هذا الملك تحت إرشاد الله، تحت توجيه النبي. فكان النبي يعتبر الممثل الشخصي لله، والملك مجرد منفذ لأوامر النبي ومجرد منفذ لأوامر الله، وإذا خالف يرفض من قبل الله مثل شاول. بهذا الوضع كان شاول الملك يتلقى أوامره من صموئيل النبي، وكان داود الملك يتلقى أوامره من ناثان النبي، وكان يهوشافاط الملك يتلقى أوامره من ميخا النبي. وحتى في عصور من المرحلة الثالثة الخاطئة كان ملك خاطئ مثل آخاب يتلقى أوامره أحيانا من إيليا النبي. ونرى ملكا مثل يؤاش يقابل إليشع النبي فيقول له: يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. كان النبي هو كل شيء في تلك المملكة، وكان الملك مجرد منفذ إرادة الله عن طريق أوامر النبي. هذا الوضع أيضا في الكتاب المقدس غير منفذ حاليا، ولا يمكن أن يوجد لليهود. أنا لا أريد أن أبحث هذا الموضوع من النواحي السياسية، إنما أريد أن أبحث الوضع الكتابي في الكتاب المقدس وأرى ما مدى انطباقه على الأوضاع الحالية. الوضع الحالي لا يسده شيء من الكتاب المقدس، لا في المرحلة الأولى التي كان الله يحكم فيها مباشرة عن طريق أنبيائه، ولا في المرحلة الثانية التي كان يحكم فيها ملوك تحت إرشاد الله وتحت توجيهات الأنبياء. في تلك المرحلة كان الملك أيضا يعين من قبل الله، والله يعين الطفل الذي يؤخذ منه الملك، وكان طفل يهوذا، ولعل من كلمة يهوذا أخذت كلمة اليهود. وكان الله يعين الشخص بالذات، وكان الله يرسل أحد أنبيائه لكي يمسح هذا الملك ويصب على رأسه الدهن المقدس إشارة لمسحه بالزيت. وكان الملك ينال نعمة من الروح القدس برسامته، وكان الملك لذلك يسمى مسيح الرب، لأنه مسح من الرب ملكا بالدهن المقدس. وكان الملك في يوم رسامته يعطى نسخة من الشريعة الإلهية لكي يحكم طبق شريعة الله وليس طبق سياسته الخاصة. على الرغم من وجود ملوك، ولكن كان هؤلاء الملوك أيضا تحت إرشاد الله وتحت إشرافه. كان الشعب
ما يزال خاضعا لله، لم يستقل بعد عنه. ثم أتت المرحلة الأخيرة، المرحلة الثالثة، التي تطور فيها اليهود شيئا فشيئا حتى استقلوا عن الله، أعلنوا استقلالهم الكامل عن الله وعن حكمه وعن تدخله وعن دينه وعن عبادته. وصار لليهود في تلك المرحلة ملوك منفصلون عن الله، لا يعينهم الله ولا يكون تحت إشرافه ولا تحت إشراف أنبيائه. ولذلك قال الرب في سفر هوشع النبي: قد كره إسرائيل الصلاح فيتبعه العدو، هم أقاموا ملوكا وليس مني، أقاموا رؤساء ولم أعرف. هذه المرحلة الخطرة اعتبرها الله انفصالا عنه وتمردا عليه. في هذه المرحلة كان ملوك إسرائيل يقتلون الأنبياء، وكانوا يضطهدون الأنبياء ويسجنونهم. ولذلك فيما بعد وبخ السيد المسيح أورشليم وقال: يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع بنيتي كما تجمع الزجاجة فراقها تحت جناحيها ولم تجدوا، هو ذا بيتكم يسرق لكم خرابا. هذه المرحلة الخطيرة عاش فيها اليهود بعيدا عن مشيئة الله، بعيدا عن توجيهه، يسلكون حسب هواهم في الحكم، وضاع القصد الإلهي من المملكة، فرفض الله المملكة، ورفض اليهود، ورفض عبادتهم، وقال لهم في ذلك الحين: إنما تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دما. بل إن الله في هذه المرحلة في رفضه لهؤلاء الناس قال من ضمن كلامه لأربياء النبي: لا تصلي من أجل هذا الشعب، ولا ترفع من أجلهم صلاة ولا طلبة، فإني لا أسمع لك. فكرة المملكة انتهت. كان الوضع الأساسي الذي أراده الله في رعاية هذا الشعب كمجموعة تحمل الدين منعزلة عن الوثنية، كانت الفكرة أن تكون هذه المجموعة تحت إشراف الله المباشر وتحت حكمه المباشر. أما وقد انفصلت فرفض الله المملكة. من ذلك الحين بدأ الله يسلمهم لأعدائهم، سمح الله بالسبي، فسبي اليهود إلى آشور، وسبوا أيضا إلى بابل، دخلوا كأسر حرب في تلك البلاد وتبددوا. سمح أن تخرب أورشليم وأن يهد سورها، وسمح بأن يجلس هؤلاء الناس أسرى يبكون على أنهار بابل. ووقف المرسل حزينا باكيا يقول في المزمور: على أنهار بابل قد جلسنا فبكينا حينما تذكرنا طفلا. وسمح الله أيضا بأن يهدم الهيكل، وكما قال المسيح: لا يسرق حجر على حجر فيه إلا وينقض. وسمح الله أيضا بأن تخرب أورشليم، وسمح الله أيضا بأن يتشتت
هؤلاء الناس في أرجاء الأرض كلها حوالي 19 قرنا من الزمان. وسط وابل من الإنذارات ومن عبارات الرفض المريرة، وظلوا مثبتين. هنا ويقف أمامنا سؤال هام نقوله بصراحة: ماذا عن رجوع اليهود إلى أرضهم؟ هل يمكن أن يرجعوا؟ وماذا عن وضعهم الحالي فعلا وقد رجع بعض منهم إلى فلسطين؟ من الناحية الدينية أو من الناحية الروحية، من المفروض إذا رجع اليهود إلى فلسطين أن يرجعوا بمشيئة الله نفسه ولإرشاد منه لغرض إلهي أو لحكمة إلهية معينة، ولا يكون الرجوع عملا بشريا تدفعه إرادة بشرية إنسانية غير إرادة الله. وهنا نسأل: أين مشيئة الله؟ وأين الهدف من الرجوع؟ وأين الإعلان الإلهي بذلك؟ وأين القائد الإلهي الذي يقود الرجوع؟ أم هو مجرد عمل بشري؟ إذا كان عملا بشريا بمشيئة بشرية، هنا لا نتكلم عن الدين، وإنما يدخل الأمر في حدود السياسات البشرية ولا علاقة للدين به. أما الدين فيقول إن اليهود انتهى أمرهم كشعب يحفظ وديعة ويسلمها للمسيحية وانتهت رسالته، ولم يعد ممكنا أن يرجع الناس المؤمنون في الأرض كلها إلى أرض معينة. كما أن الرجوع لا يصح أن يتم بذراع بشري اعتمادا على دولة معينة، وإلا سيقول اليهود في أنفسهم إن أمريكا مثلا قد أرجعتهم وليس الله هو الذي أرجعهم. من الناحية الدينية إذا رجعوا مفروض أن يرجعوا بيد إلهية واضحة، وهذا الأمر ليس موجودا في المعركة الحاضرة. أيضا لا توجد حكمة من هذا الرجوع. ما هي الحكمة أن يعيد الله الناس إلى هذه الأرض؟ ما هي الحكمة؟ في القديم قلنا إن الحكمة أن يعزلهم دينيا عن العالم الوثني. والآن أين الحكمة؟ أين الهدف الإلهي؟ الله لا يتصرف إلا بهدف إلهي حكيم، وهنا لا يوجد هدف إلهي ولا توجد حكمة أيضا في الرجوع، وخصوصا إن الله الرحوم الحنون الطيب لا يقبل ظلما على أناس يطردون من أراضيهم ويتشردون في كل مكان لكي يرجع مجموعة لا تؤمن به ولا تؤمن بإنجيله المقدس. يبقى سؤال بعد هذا أريد أن أجيب عنه أيضا بصراحة كاملة: هل هناك آيات في الكتاب المقدس تتكلم عن رجوع اليهود إلى أراضيهم؟ أريد في إجابة هذا السؤال أن أكون صريحا أيضا: لا أستطيع أن أخدعكم وأقول لا توجد آيات، وإلا يستطيع أي مسيحي في بلاد الغرب، أي مسيحي في أوروبا أو أمريكا أن يكتب هذه الآيات بنصها وحرفها ويعلنها في الجرائد وفي الكتب. ولا أريد أن أقول لكم ما يدعي به بعض الجهال دفاعا عن اليهود
فيقولون إن الكتاب المقدس قد حرف أو دمر، وهكذا يثيرون عليهم العالم المسيحي كله. ليس من الحكمة ولا من الدفاع عن قضيتنا الوطنية أن نثير حولنا عداوة من هذا النوع، وإنما الواقع هو الآتي: حدث في القرن الثامن قبل الميلاد أن سُبي اليهود إلى أرض آشور، وحدث في القرن السادس قبل الميلاد أن سُبي اليهود إلى بابل، وعندما وقعوا في السبي وأخذوا من أرضهم كأسرى حرب إلى تلك البلاد إلى آشور وبابل، وعدهم الله في ذلك الحين أنهم سيرجعون إلى الأرض مرة أخرى. وذكرت تلك الآيات في حين عن رجوعهم إلى أراضيهم بقصد أن يرجعوا من أرض السبي في بابل إلى أورشليم، وتم ذلك الأمر فعلا في القرن الخامس قبل الميلاد أو قبل ذلك بقليل، على يد نحمية الكاهن وعلى يد عزر الكاتب، وفعلا أعادوا بناء سور أورشليم، وفعلا أعادوا بناء الهيكل على يد زربابل، وأصبح اسمه هيكل زربابل وليس هيكل سليمان. وتحققت تلك النبوءات التي تتكلم عن رجوع اليهود إلى أراضيهم في القرن الخامس قبل الميلاد، وأصبحت آيات تتكلم عن الماضي السحيق عن قرون خمسة قبل ميلاد السيد المسيح، ولا علاقة لهذه الآيات إطلاقا بوضعنا الحاضر وبأيامنا الحاضر. والذي يرجع إلى الكتاب المقدس، والذي يقرأ سفر نحمية، والذي يقرأ سفر عزرا، يعرف أن اليهود رجعوا إلى أراضيهم في عهد كورش الفارسي، ويعرف تفاصيل هذا الرجوع، ويعرف الإجراءات التي اتخذها نحمية في إعادة بناء أورشليم، ويعرف أيضا الإجراءات التي اتخذها عزرا في لم الصفوف وفي إرجاع الكهنوت إلى وضعه الأصلي. أمور تمت وانتهت، ونبوات قديمة تحققت وانتهت، ولا علاقة لها إطلاقا. تبقى الآيات كما هي، ويبقى الرد واضحا وصريحا، ويبقى الإثبات موجودا في سفري نحمية وعزرا، ويبقى الرد واضحا أيضا في الآثار المقدسة في تلك الأماكن، ولا لزوم أن نخفي تلك الآيات لأننا لا نخاف من ادعاءات العدو. أحسن طريقة للرد على اليهود وللرد على الغربيين الذين يؤيدونهم أن نقابل الوضع الحاضر، نقابله بشجاعة، ونقابل كل آية في الكتاب المقدس ونعطيها للحكماء من المفسرين يفسرونها بالطريقة السليمة التي ترد على تلك الادعاءات. إذن أرجع للسؤال مرة أخرى: هل هناك آيات في الكتاب المقدس تتكلم عن رجوع اليهود؟ وأجيب بالآتي: لا توجد آيات في الكتاب المقدس تتحدث عن رجوع اليهود حاليا، ولكن توجد آيات في الكتاب المقدس تتحدث عن رجوع اليهود من سبي بابل منذ 500 سنة قبل مجيء السيد المسيح، وقد تحققت تلك الآيات وانتهى موضوعه. فكرة الهيكل، هل من الممكن بناء هيكل سليمان؟ لابد أن نعرف
أن الهيكل مكان لتقديم الذبائح والمفرقات وللعبادات القديمة، وكانت في كل يوم في الطقس اليهودي تقدم محرقة في الصباح ومحرقة في المساء، والمحرقة عبارة عن ذبيحة تذبح وتتقد فيها النار، وتظل النار تتقد فيها لا تطفى، تغذى باستمرار، فكانت النار موجودة باستمرار لا تنتهي، وكانت هذه الذبائح جميعها رمزا لذبيحة السيد المسيح. غير المحرقات الأخرى والذبائح الأخرى التي يقدمها الناس شخصيا عن خطاياهم، بمعنى أنه يوجد في التوراة أنه إذا أخطأ إنسان يأتي بذبيحة ويقدمها في الهيكل أو في خيمة الاجتماع سابقا عن خطاياه. فهل يمكن حاليا أن نرى هيكلا ملصقا بالدماء ليل نهار في كل يوم تذبح فيه مئات الذبائح وتحرق بالنار وتظل النار تستقر فيها ليل نهار؟ هل يمكن أن يتم هذا حاليا؟ وهل يمكن أن يعقله العقل في القرن العشرين؟ كان ذلك في العهد القديم كناحية رمزية يريهم بها الله أنه بدون سفك دم لا تحدث مشكلة. ولكن حاليا كيف يمكن أن يتم هذا الموضوع وإن كانت كل تلك الذبائح ترمز إلى المسيح في مفهوم كل مسيحي على الأرض، وإن كان اليهود لا يؤمنون بالمسيح إطلاقا، فما معنى تلك الذبائح؟ أتذكر بتلك المناسبة أن سألني أحدهم: ما رأيكم في تبرئة اليهود من دم المسيح؟ فقلت له: إن الذين يبرئون اليهود من دم المسيح إنما يعطونهم شيئا لا يتجاسرون إطلاقا أن يطلبوه، لا يستطيع اليهود إطلاقا أن يطلبوا تبرئتهم من دم المسيح، لأنهم لا يعتقدون أن المسيح قد جاء، فكيف يطلبون تبرئتهم من دم شخص لا يؤمنون بمجيئه؟ كان يجب على الكنيسة قبل أن تبحث مثل هذا الأمر أن تقول الآتي: هل يتقدم إلينا اليهود طالبين أن نبرئهم من دم المسيح؟ فليتقدموا طالبين هذا الطلب، وإن قالوا برئونا من دم المسيح نقول لهم: أي مسيح تقصدون؟ من هو؟ ومتى جاء؟ وكيف؟ ومن ولدته؟ وهل جاء بكتاب مقدس أم لم يجد؟ وندخل في أمور لا يستطيعون أن يردوا عليها. اليهود يولد لكي يكون قائدا حربيا من نوع شمسون الجبار أو من نوع جدعون أو باراق أو يشاع، ولكن إن حدثناهم عن المسيح الوديع المتواضع الهادئ الذي قال عنه الكتاب المقدس: قصبة مردودة لا يقصد وفتيلة مدخنة لا يطفئ، فإنهم سينكرون هذه الصورة الوديعة ويتمسكون بالمسيح الحربي العنيف الذي يقود جيوشهم في الحرب.
نرجع إلى فكرة الهيبة. إن كان من غير الممكن حالياً أن تقدم مئات الذبائح في كل يوم ومئات المفرطات، فما معنى فكرة الهيبة؟ ثم أيضاً من الذي يقدم الذبائح؟ المفروض إن الكهنوت هو الذي يقوم بهذا الأمر، والكهنوت في الشريعة اليهودية ينبغي أن يكون من نسل هارون من صف لاوي. وفي العصور القديمة كان اليهود يدققون تدقيقا كبيرا جدا في الأنساب، ويعرفون كل شخص بشجرة نسبه من أي نجاء وفي أي وإلى أي صف ينتمي. وعندما سبوا إلى بابل وبدأوا يناسبون الشعوب الغريبة، حدث إن عزرا النبي بكى أمام الله وناح وندب شعر رأسه وبكى ومزق ثيابه، لأن الدم المقدس قد تلصق بالغرباء. والآن أين نجد هذا الدم الهاروني النقي الخالص الذي لم يختلط بغيره من الشعوب؟ في مدى 1900 سنة، أورشليم خربت سنة 70 ميلادية، وإحنا دلوقتي 1971، يعني كان ممكن إن السنة اللي فاتت يبقى تذكار 19 قرن على خراب أورشليم. نقصد بالخراب خراب الأوضاع الخاطئة التي فيها، لأننا لا نفرح بالخراب، خراب الأوضاع الخاطئة لبناء أوضاع سليمة. في مدى 19 قرنا من الزمان، هل استطاع اليهود أن يحتفظوا بأنسابهم؟ وهل يستطيعون حاليا أن يعطونا قائمة بست لاوي وبنسل هارون؟ أنا أشك في هذا الأمر. من يستطيع عمليا أن يثبت هذا الوضع؟ اليهود قد تفرقوا في أرجاء الأرض كلها، في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا، واختلطوا بشعوب الأرض، وأصبحت فيهم دماء غير الدماء الأولى. من أين يمكن أن نأتي بنسل هاروني لكي يكون مجموعة جديدة من الكهنة تستطيع أن تقدم ذبائح في الهيبة؟ نقطة ثالثة في التوراة، كانت المحرقات تحرق بنار مقدسة نزلت أولا من السماء والتهمت المحرقات الأولى، وكانوا يحتفظون بهذه النار المقدسة، يفعلون المحرقات كل يوم، وتظل النار دائمة الاشتعال ليل نهار. والكتاب المقدس المحرقات تحرق بنار مقدسة نزلت أولا من السماء والتهمت المحرقات الأولى، وكانوا يحتفظون بهذه النار المقدسة، يفعلون المحرقات كل يوم، فتظل النار دائمة الاشتعال ليل نهار. والكتاب المقدس يذكر كيف أن ابن هارون عوقب عقابا شديدا من الله وأهلكه لأنه قدم نارا غريبة على المذبح. فمن أين يستطيع اليهود أن يأتوا بالنار المقدسة أيضا؟ أنا أسأل سؤالا ولا يمكن أن أجد عليه جوابا. المعروف في مغفرة الخطايا بالنسبة لليهود أن يقدموا عنها ذبائح، وفي مدى 1900 سنة مضت لم تكن تقدم ذبائح، فكيف غفرت خطايا 19 قرن من الزمان؟ ويبقى السؤال بلا جواب. والسؤال الآخر، إذا أمكن تقديم ذبائح حالية، هل
ذكرى الماضي بلا ذبائح أم يأخذ منهم الله القديم والجديد؟ لا السؤال. لكن فكرة الهيكل انتفت، كانت الذبائح الحيوانية رمزا لذبيحة السيد المسيح، وكان العالم في ذلك الزمان القديم يعيش بالطريقة الحسية أكثر من الطريقة الروحية، فأراد الله في ذلك الحين أن يظهر لهم بشاعة الخطية وكيف أن الخطية تؤدي إلى الموت وتؤدي إلى الدم وتؤدي إلى هذا المنظر العجيب البشع الذي يوجد به المذبح في الهيكل، دماء تلطخه في كل مكان لكي يعرفوا عن طريق الحس مدى بشاعة الخطية، ولكي يعرفوا أيضا أن أجرة الخطية هي موت، فينبغي أن تموت نفس عن نفس. والمسيحيون في العالم أجمع يؤمنون أن المسيح قد مات عنهم ولم يعودوا في حاجة إلى ذبائح حيوانية. فهل المسيحيون في الغرب ما يزالون يفكرون في الذبائح الحيوانية كوسيلة للخلاص أو كوسيلة تضاف إلى دم المسيح؟ هل يفكر مسيحيو الغرب الذين يسندون اليهود في هذا الموضوع؟ فكرة الهيكل انتهت، الله انتهى من فكرة الذبائح الحيوانية وقدم طريقا آخر للغفران. لم يعد هناك مجال ديني لبناء الهيكل. إن كانت فكرة بشرية في أذهان ناس معينين يريدون أن يبنوا هيكلا، فلا نقول إن هذه مشيئة الله، إنما نقول إن هذه رغبة بشرية، ويبقى أن نسأل هل هذه الرغبة البشرية ستسندها إرادة إلهية؟ قطعا لا، لأن إرادة الله من جهة الذبائح الحيوانية قد انتهت. وإلا لماذا سمح الله أن يهدم هذا الهيكل؟ ولماذا سمح أنه لا يترك حجر على حجر فيه إلا وينقض؟ ولماذا سمح أن يستمر هذا الهيكل مهدما 19 قرنا من الزمان؟ إلا إن فكرة الذبائح الحيوانية قد انتهت، ولذلك نحن نعلم جميعا أنه عندما كان السيد المسيح على الصليب انشق حجاب الهيكل رمزا إلى انتهاء فكرة الهيكل. باقي مواسم اليهود شيء غريب نعرفه، لقد كان اليهود يعيدون باستمرار في عيد الفطر، يعيدون بخروجهم من أرض مصر، فإن أعادوا أعيادهم هل يعيدون لخروجهم من أرض مصر أم يعيدون لدخولهم في أراضي مصرية؟ وإن كانت أرض مصر في الفهم اليهودي الذي يشرحه الكتاب المقدس، إن كانت أرض مصر في مفهوم الكتاب المقدس بالنسبة إليهم ترمز إلى أرض العبودية، فما أقدر بهم أن يبعدوا عن أرض العبودية. حالياً يا إخوتي الأحباء، ونحن في الظروف الدقيقة التي تجتازها بلادنا، علينا واجبان أساسيان. الواجب الأول
هو الاهتمام بجنودنا الذين يحاربون عنا في المعركة، الاهتمام بهم من الناحية الروحية قبل كل شيء. إن قادتنا في الدولة يهتمون اهتماما كبيرا بالناحية العسكرية لهؤلاء الجنود، وقد استطاعت بلادنا أن ترتقي ارتقاء كبيرا وتغير الحال تغييرا كاملا عجيبا من نكسة 67 حتى الآن. ولكني كرجل دين أريد أن أتكلم عن الناحية الروحية بالذات. أنا أعتقد اعتقادا كبيرا أن الجندي الذي له علاقة عميقة بالله، الذي يمتلئ قلبه بمحبة الله، هذا الجندي يستطيع بسهولة أن يبذل دمه عن الآخرين. هذا الجندي النقي التائب الروحي الذي له علاقة بالله، الذي لا يخاف على أبديته ولا على مصيره الأبدي من أجل صلته بالله، هذا هو الجندي الذي لا يخاف الموت أولا، وثانيا لا يشتهي شيئا في العالم يربطه بالأرض ويخيفه من الفساد. لذلك علينا أن نهتم بالحياة الروحية للجنود. من ناحية أرجو في بحر هذا الأسبوع أن أتمكن من إرسال حوالي 10,000 نسخة من الإنجيل لجنودنا في القتال. سواء عن طريقي الخاص أو بالتعاون مع جمعية التوراة ودار الكتاب المقدس، لكن لا بد أن تصل إليهم كلمة الله. وأرجو أيضا أن نتمكن من إرسال وعاظ أو رجال دين للجبهة يشعرون الجنود أن الكنيسة تشاركهم في حياتهم، وأنهم ليسوا متروكين وحدهم، وأن هناك قلوبا تحس بحالتهم وتهتم بصلاتهم بالله. أرجو أن يتمكن هؤلاء أيضا من أن يكون لهم آباء اعتراف، لأن من الناحية النفسية الجندي الذي يثقل ضميره بشيء يخاف الموت وهو مثقل الضمير. هذا أمر نفسي واضح تدركونه جميعا. لذلك ينبغي أن نهتم بالجنود من كل ناحية، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. يرسل إليهم رجال دين، وترسل إليهم كتب مقدسة، وترسل إليهم عظات، ويشعرون أنهم في حياة روحية قوية لا يخافون معها الموت ولا يضطربون من منظر الموت. النقطة الثانية هي من جهة المدنيين. نحتاج كثيرا إلى نقطتين: إلى إيمان الجميع بقضيتنا، وهذا يستلزم حركة توعية واسعة النطاق، ونحتاج أيضا إلى صلابة الجبهة الداخلية في وحدة قوية لا يقوى عليها الانفصال والانفكاك.
وفي نظري أنه إذا وجد أشخاص يؤثرون على هذه الوحدة بتصرفات صبيانية بعيدة عن العمق، فهؤلاء أكثر خيانة للوطن من الأعداء الخارجين. ولا شك أن دولتنا تأخذ بكل عنف وبكل حزم الأشخاص الذين يهددون الوحدة الداخلية، ونحن إذ نقرر بكل تقدير وبكل تبجيل أن الخطوات القوية التي اتخذها الرئيس أنور السادات في تنظيم بلادنا من الناحية الداخلية كانت خطوات موفقة، وكانت دفعة كبيرة في طريق الحرية. نرجو من الكل أن يتعاونوا معا في تثبيت هذه الخطوات الإيجابية التي اتخذها سيادة الرئيس. ونرجو جميعا أن ندرك أبعاد الموقف وأعماقه كذلك، ونعمل في سبيل سلامة بلادنا وفي سبيل إقرار السلام في العالم أجمع. ولا يفوتني في هذه المحاضرة وبهذه المناسبة أن نصلي جميعا إلى الله أن ينشر السلام أيضا بين الهند والباكستان. وأخيرا أشكركم جميعا، أشكركم على حضوركم وعلى حسن إنصاتكم، وأشكر كل أجهزة الإعلام على تعبها الكثير في هذه الليلة، وأشكر أسرة الصحافة، وأرجو لكم جميعا بركة من الرب ونعمة خاصة، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.